السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جماعة طالعين مع بعض سوا عشان نوزع الشابوهات على مسلسلات رمضان الجميلة. انا من اول رمضان بصراحة حابس نفسي بقالي اسبوعين واخد الريموت في حضني وقاعد متابع وبشوف ايه اللي بيحصل. فالنهاردة عايزين نطلع ندي لكل واحد حقه. بقى اول شابو معانا النهاردة لمسلسل لعبة نيوتن. امانة ربنا جميل، فكرة جميلة، تمثيل ممتاز، صورة تحفة، اخراج هايل، عجبني بصراحة، مكيفني. بس انا عندي ملاحظه بسيطه بس للفنانه منى زكي، بلاش تضغطي على اعصابنا والتوتر زياده كده، مش حلو على المشاهدين، عشان نعرف نتفرج باريحيه ونركز في التفاصيل اللي موجوده في الديتيلز في الاثنين بالظبط. فيا ريت نخف شويه توتر. وبعدين انت شايلتيني همك، بقيت حاسس ان انا اللي هولد مش انت. والله يعني بقيت اقوم بالليل الفجر بنطر البطانيه مفزوعه واقعد اقول ويرز ابراهيم ابني، جالي العصبي. فنهدى على بعض شويه. محمد فراج الجميل الهايل انا بحبه، بس حضرتك يعني عايز تتجوز على مراتك الصاروخ دي ازاي؟ اللهم اني صائم، يعني بعيد ما بيشوفش، البعيد انتص في نظره ولا ايه؟ بتحب عليها عايز تتجوز عليها يعني بناء على ايه؟ ما تبص على النعمه اللي في ايدك، ما تبص على النعمه بدل ما ربنا يشيلها يزور النعمه من وشك. فالصاروخ ده ما ينفعش تتجوز عليه، لم نفسك مش هتلاقي احسن من كده. انا عارف بقول لك ايه. رساله بسيطه للاستاذ سيد رجب، انا مش فاهم هو بيعمل كده ليه، ولا هو عايز ايه، ولا هو فين. شابوه جاي حاير طاير لمسلسل نسل الاغراب، لان هم اغراب فعلا بامانه ربنا، ده مش تصرفات ناس طبيعيه ابدا. يعني مش فاهم دول صعيده ازاي، احمد مالك واحمد داش دول صعيده من اي ناحيه يا جماعه؟ صعيده من بيفرلي هيلز مثلا، جايين من قطاميه هايتس دول ولا ايه؟ انا مش فاهم. مستنيهم بقى يصحوا الصبح يقولوا ماما حضر لنا الوكل بليز، واتخانقوا مع بعض ولا قفش يعملوا لبعض بلوكات، اخرهم يا جماعه مش هيبقى في عركه. بعدين ده اكتر مسلسل بيدوخني في رمضان بصراحه يا جماعه، مش فاهم في ايه. يعني دايما احمد السقا لما بيقابل امير كراره بيبقى يوم اسود، نص يوم عمالين يلفوا حوالين بعض لحد ما جابوا لنا دوار البحر وانا قاعدين بنتفرج عليهم في البيت. تالت شابو معانا النهارده يا جماعه بتاع القاهره كابول. يعني لما بلاقي المسلسل ده بالصدفه بقلب بينطر في وشي كده بلاقيه، بلاقي دايما الممثل الجميل نبيل الحلفاوي دايما قاعد عيل من دور عياله على حجره وعمال ياكله رز بلبن وبيقول له في نصايح. نصايح كتير بقى من هنا لبكره، النصايح اللي بتبقى موجوده في اخر صفحه في كتاب العربي دي في الفهرس. فانا مش فاهم في ايه. انا قررت ان شاء الله اعمل لكم ملخص لكل النصايح دي عشان في الحلقه 29 لما يجي المخرج يسالنا نعرف نقفل المسلسل. رابع شابو معانا النهارده هو احمد العوضي، عامل مسلسل جميل طالع فيها بدور الخديوي بصراحه، يعني حاجه جميله. بس الاجمل من كده ان هو كل حلقه بقى بيقدم تشكيله منوعه ومختلفه، كوكتيل جميل كده من الحكم والمواعظ بيقولها لنا من على ظهر توك توك. اسم المسلسل نفسه حكمه، يعني هو اسمه الملوش كبير اللي هو غرف داهيه بقى، يعني صايع برضه العوضي صايع، يعني بيحب ينكش دايما كده من تحت لتحت. بس يا عوضي بعد اذنك يعني كفايه على الله حكايتك، كفايه والله. يعني انت من ساعه ما ابتدى المسلسل من اول رمضان انت ظرفنا كميه انت على الله حكايتك، يعني خلاص هنتكرع منها، يعني كفايه. يا صباح الخير يا خديوي، صباح النور انت على الله حكايتك. نروح فين النهارده يا خديوي؟ هنروح عند ماما انت على الله حكايتك. مسلسل الاختيار، يعني شابو كبير قوي يا جماعه بقى، عمل فني متكامل جميل طالع بشكل مشرف مصروف عليه، حاجه جميله وطنيه مشرفه بامانه ربنا يا جماعه، انا كلنا على حبه. بس انا عايز اعلق على البنات معصيف الرقبه دول، يعني مش فاهم ازاي شايفينه مسلسل رومانسي. يعني انتوا سبتوا الصواريخ والقنابل والمفرقعات والحروب والناس اللي بتموت وقال لك اللهم ميكي، اللهم حنجره زي حنجره ميكي، اللهم قرع زي قرع جريه بت اللي تنشكي فرايتك منك ليها، جريه بت تتصدي فانا زفت اقرع انا كمان زي ميكي، لما حد عبر امي حتى قال اللهم ايمن، في ايه؟ لم نفسك، لم نفسك، احنا في رمضان بلاش مرقعه. انا نفسي بصراحه حد زي اللواء رفعت في حياتي بامانه ربنا، كل ما يشوفني تعبان كده وحزين ومش مش في المود يقول لي روح انت رايح شويه ونام، خد لك يومين كده. يعني مش زي ابويا بيخش عليا بالليل في نص الليل يوم طافي عليا مروحه عشان يقلني ويصحيني عشان اوفر في فاتوره الكهرباء. فربنا يبارك له اللي هو رفعت. شابوه كبيره بقى للفنانه زينه الجميله والمسلسل الجميل بتاع اللي هو كله بالحب. بصراحه انا ما شفتوش ولا هشوفه بامانه ربنا، بس تحس كده ان هو مسلسل عشوائي جميل، انا احساسي ما يخيبش ابدا بصراحه. تحس كده ان هو مشروع تخرج لطالب في تجاره بنها بامانه ربنا. يعني من ساعه ما شفت التتر اول حلقه ولقيت ان الفنانه زينه كاتبه اسمها 15 مره ورا بعض، ومن ساعتها الفنان احمد السعداني والفنان مصطفى درويش قفشوا وانسحبوا وسابوا المسلسل. ومن ساعه ما انسحبوا انا كمان انسحبت وقلت مش هتفرج، واحنا كده نبقى خالصين وهو كله بالحب يا جماعه. ملحوظه اخيره، الفنانه ريهام حجاج عامله مسلسل كله شابوهات بامانه ربنا، بس مش هتكلم عليه دلوقتي عشان وقتنا، هبقول لكم بعدين على مواعيده عشان ما حدش يتفرج عليه. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.